وحدة الخلق تدل على وحدانية الخالق. لم يكن سهلاً على العقل البشري أن يتخيل أن رقبة الزرافة تتركب من 7 فقرات تماماً كرقبة العصفور، أو أن الأرض لا تعدو في شكلها بيضة الطائر. وضع الأرض في الفضاء مستعيناً بالبيضة، فشبه الأرض بصفار البيضة محاطةً ببياضها تماماً، كما هو وضع الأرض في الفضاء محاطةً بالمجرات. الإدريسي كان صاحب فضل كبير، أولاً في أنه رسم خريطة للعالم. الإدريسي من أهم العلماء العرب الذين ظهروا في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس. هو علم الجغرافيا كان موجود عند العرب من قبل الإدريسي. أولاً يمكن أن نقول إن علم الجغرافيا لم ينشأ على يد الشريف الإدريسي، نشأ في وقت مبكر مختلطاً بالتاريخ، فكان لدينا الجغرافيا التاريخية ثم تحولت إلى الجغرافيا الوصفية والجغرافيا التحليلية والجغرافيا السياسية. والإدريسي أصلاً من سبتة، هو الشريف الإدريسي، هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس سليل الأسرة الإدريسية العربية المغربية، والتي ينتهي نسبها إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك لقب بالشريف الإدريسي ولقب بالصقلي، لأنه أمضى سنوات عمره الطويلة في صقلية وفيها ظهرت إنجازاته العلمية، اعتماداً على قراءاته في التراث الجغرافي الروماني والبطلمي، بالذات عند بطلميوس. كتاب الجغرافي لبطلميوس وكتابه الثاني أيضاً المجستي أثار ثورة في المعرفة الجغرافية عند العرب. حاول العرب أن يمتحنوا أو يختبروا أعمال بطلميوس، وبصورة خاصة ما يتعلق بدرجة العرضية، فهم قد اقتنعوا بفكرة كروية الأرض، لكن قياس الدرجة العرضية حتى يتبينوا أن خرائط بطلميوس التي وردت في كتابه الجغرافيا صحيحة. ففي عهد المأمون تمت عملية قياس درجة عرضية، وأمكن الوصول إلى رقم دقيق إلى حد كبير يقرب من التحديد المعاصر. تقدم عربي مذهل ومناخ جغرافي خصيب أتاح للإدريسي البيئة المواتية لأن يبلغ ذروة الإبداع في هذا المجال. بدأ الإدريسي تعليمه في مدينة سبتة، إلا أنه انتقل وهو صغير إلى مدينة قرطبة، وهناك تلقى تعليمه على يد علمائها وأساتذة جامعتها. جرت العادة أن العالم المسلم لم يكن متخصصاً في علم بعينه، فأتقن علوم الفلك والجغرافيا والرياضيات والحساب، ودرس أيضاً الطب وعلم الصيدلة والنبات، إلا أن رغبته الشديدة في الترحال ورغبته في زيادة المعرفة الجغرافية دفعته للقيام برحلات عديدة. طاف الإدريسي بعدد كبير جداً من البلدان، راح البرتغال وراح أسبانيا وراح أوروبا، زار فرنسا وإنجلترا والقسطنطينية وسواحل آسيا الصغرى ومنطقة السواحل البحر المتوسط. رحلات الإدريسي كانت في حوض البحر المتوسط أو في منطقة البحر المتوسط. استقر بهم مقام في صقلية، وصقلية كانت زي ما احنا عارفين معبر من معابر الثقافة الإسلامية لأوروبا. جزيرة صقلية خضعت لحكم المسلمين منذ أيام الأغالبة لفترة تقترب من 300 سنة. دوام الحال من المحال، لم تستثنى صقلية من هذه الحكمة. وفي هذه المرحلة التي نتحدث فيها عن الإدريسي، كان هناك طوفان جاء من شمال أوروبا، هي حملة النورمانديين، واستطاعوا أن يستولوا على جزيرة صقلية وينتزعوا حكمها من يد المسلمين.
بعد عملية استرداد صقلية على يد الأوروبيين أصبحت قاعدة وقلعة علمية كبيرة جدا. هؤلاء النورمانديين في الحقيقة لم يقوموا بأعمال البطش والتخريب وإحراق الكتب كما حصل في محاكم التفتيش في أسبانيا فيما بعد، وإنما حاولوا أن يبقوا على الوهج الحضاري الذي تركته الثقافة العربية في جزيرة صقلية. كان أحكم صقلية في ذلك الوقت الملك روجر الأول. هذا الملك كان محباً للثقافة وكان بيجمع في بلاطه الكثير من العلماء والمؤرخين والمفكرين بصرف النظر عن ديانتهم. والملك روجر الأول يشبهنا بالخليفة المأمون. روجر الأول وجد أنه السبيل المتاح أمامه للنهوض بأوروبا على حسب تصوره هو في ذلك الوقت أن تكون صقلية قلعة علمية. نهض الملك الغربي كي يعلي صرح بلاده، فأطال النظر وأمعنه ناحية الشرق، فأصبحت صقلية بالنسبة للملك روجر الأول تعتبر كبيت، كأنها بيت الحكمة بالنسبة للخليفة المأمون. الخليفة المأمون كان محب للعلوم، مقرب للعلماء، يعتني بهم، يجزل لهم العطاء، يطلب إليهم أن يضعوا الكتب والمؤلفات ويترجموا وإلى آخر هذا الكلام. الإدريسي حين وصل إلى بلاط الملك روجر، الملك روجر رحب به وأنزله منزلة ومكانة عالية وطلب منه أنه هو يكون على رأس وفد من العلماء ليتسنى وضع خريطة للعالم. الإدريسي يعني كان بارعا في الجغرافيا، الجغرافيا ارتبط بها علم الفلك، الجغرافيا أيضا ارتبط بها علم النبات، النبات يرتبط بها علم الأدوية، وهكذا. كان دائما العلماء المسلمين كانوا علماء موسوعيين من هذه الناحية. الإدريسي كان تحت يده مجموعة كبيرة من المهندسين، من الباحثين، فرقهم له الملك روجر، وقسم هذا الفريق إلى أقسام قام بتدريبهم التدريب الكافي وأرسلهم إلى مختلف أنحاء الأرض. كل العلماء تلاقوا وانطلقوا في البرية ليعودوا بما جمعوا للعقل العربي وتسفر المهمة عن أقاليم سبعة. قام الإدريسي برئاسة فريق العلماء اللي انطلق إلى كل مكان ليسجل المشاهدات ويسجل الأبعاد المختلفة للكرة الأرضية المعروفة في ذلك الوقت وإلى آخره، وعمل منها حاجتين. الحاجة الأولى الأطلس الذي يضم مجموعة خرائطه، قسم الأقاليم السبعة وعمل سبع أقسام بالعرض، كل إقليم منها إلى 10 أقسام أو أجزاء سماها أجزاء، وبالتالي وجد لنا 70 مكان تحدث عنه من ناحية المكانية والجغرافية. يبتدئ من الغرب إلى الشرق، الجزء الأول من الأقليم الأول، الجزء الثاني من الأقليم الأول، وهكذا إلى 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 الشرق. مجموعة خرائط كبيرة جدا ضمها الأطلس بتاع الإدريسي، وذلك كما قال رغبة في مساعدة الجغرافيين والرحالة، وكانت لها مكانة ومنزلة مهمة جدا قبل أن يعرف الغرب
كيف يمكن أن أستفيد من الخرائط ومن حرك عملية رسم الخرائط؟ هذا الكلام كان في أوائل القرن السادس. معنى ذلك أنه كان هناك علم جغرافي عربي متقدم جدا. الأقوال التي تقول إن خرائط الشريف الإدريسي كانت أساساً مباشراً ومهماً لخرائط كريستوف كولومبوس في اكتشاف أمريكا، هذا أمر مؤكد وأصبح موثقاً من الجانب العلمي. هل كان كريستوفر يحمل أوراق الإدريسي تهديه لجديد العالم؟ يا أطلس ليتك تتكلم. عمل الإدريسي على هذا الأطلس عمل كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفق، وهو كتاب في الجغرافيا الوصفية والسياسية والتاريخية الذي أهداه للملك روجرز. لذلك أحد أسماء هذا الكتاب هو يسمى كتاب الإدريسي أو كتاب نزهة المشتاق أو الكتاب الروجري. استغرق وضع هذا الكتاب مما فيه من خرائط ومعلومات جغرافية دقيقة وإشارات إلى الإنجازات الإغريقية والعربية الجغرافية حوالي 15 عاما. في مقدمة هذا الكتاب هناك نص بالغ الأهمية يقول الشريف الإدريسي: إن الأرض كرة والماء ملتصق بها. هذا الكلام قاله قبل كوبرنيكوس بعدة قرون. وكوبرنيكوس كما نعلم طاردته الكنيسة واعتبرت أن قوله بكروية الأرض وبأنها تدور شكل من الإلحاد، وقدم إلى المحاكمة لكي يعتذر عن هذا الكلام وأجبر على الاعتذار، ولكنه كان يقول: ولكنها تدور. الخريطة بتاعت الإدريسي لم تكن خريطة يعني على الورق فقط، والإدريسي بطبيعة الحال لم يكتفي بأنه وضع خرائط، إنما كان أمنية الملك روجرز أن يرى وفق التصور اللي كان سائد، أنه الناس بتتصور الأرض كروية، فكان أمنيته أن يرى الخريطة مرسومة على كرة. وبعد محنة وطول تفكير تلهمه منحة الخبير أول كرة تصور الأرض بأقاليمها تلتصق بها البحار والمحيطات في آية معجزة. الشريف الإدريسي صنع كرة من الفضة على هيئة الأرض. فكأن الملك روجرز كان يفكر في نقل، والإدريسي معهم كان يفكر في نقل التصور من مجرد أنه هو تصور ورقي إلى تصور مجسم. يا ترى يبقى شكل الكرة الأرضية دي إزاي؟ وهيبقى مين في الشرق ومين في الغرب؟ ومين في الشمال ومين في الجنوب؟ فطلب منه الملك روجر أن يصنع له كرة من الفضة يوضح عليها خريطة العالم، وزوده بالفضة اللازمة وزنها 400 رطل، أي ما يعادل 56 كيلوغراما من الفضة في وقتنا الحاضر. 400 رطل دي حاجة كبيرة. بلغ قطر الكرة حوالي مترين، وطلب من
الفريق العمل الذي يعمل معه ويجمع من كل مكان، إن كل فريق بيجمع حاجة يحطها على الخريطة، يسجلها على الخريطة دي. ويسجل عليها خطوط الطول، ويسجل عليها خطوط العرض، ويسجل عليها الجزر المختلفة، وإلى آخره. تترسم وتتحفر حفر على الكرة الأرضية لكي يؤكد بأن الأرض كروية التي صنعت خصيصا لهذا الغرض. تاج الغرب وعلم الشرق يلتقيان، يشعر كل بالفخر ويتيه على العالم أجمع في كل زمان ومكان. قد كنا أول من جسد كروية هذا العالم. هذه الكرة تعتبر هي أول مجسم دقيق للكرة الأرضية صنع حتى ذلك الوقت. كما صور أيضاً وضع أماكن المدن بدقة مستعيناً بخطوط الطول والعرض. والجدير بالذكر أن خطوط الطول قد استعملت قبل الإسلام، إلا أن الإدريسي أعاد تدقيقها مرة أخرى لإظهار اختلاف الفصول بين الدول. كما ظهر على هذه الكرة المناطق الجغرافية والمناخية المتباينة، وحدد المسافات بين الأماكن المأهولة بالسكان بدقة. وللأسف هذه الكرة حينما تم اجتياح صقلية فيما بعد سرقها اللصوص وذوبوها وحولوها إلى فضة لكي يستفيدوا منها، كما يحدث في كثير من الأحيان في حالات الحروب والغزوات. بعكس الخريطة بتاعت الإدريسي اللي المستشرقين خدوها ونشروها مثلا في ثلاثينات القرن الماضي، ونشرت أيضا عن طريق المجمع العلمي العراقي أيضا بعد كده، وهي اللي مستمرة، بل يعني ما زالت خريطة الإدريسي عليها دراسات لغاية دلوقتي. منذ سنوات قليلة جدا قام أحد الباحثين الإيطاليين كان اسمه جاتاني بإعادة قراءة ورسم خريطة الإدريسي تاني، بعد ما قعد هذا المستشرق 20 سنة يدرس في كتب الإدريسي وفي الخريطة بتاعته. هو لابد أن المعلومات العربية بشكل عام، سواء كانت أعمال الشريف الإدريسي أو المسعودي أو غيرهم، كانت محل اهتمام المستكشفين الذين كشفوا منابع النيل. لو طلعنا على خريطة النيل في كتاب نزهة المشتاق لوجدناها واضحة تماما، أو على الأقل مغرية بالكشف. وهذه كلها كانت تحت يد المستكشفين والمستشرقين، واستطاعوا الاستفادة منها واستفادوا منها استفادة كبيرة. الاستشراق وموقفه من الإدريسي، ولماذا كانت كتابات الإدريسي وخرائط الإدريسي مختفية؟ السبب بسيط جدا، هو أن الجناح المغربي من العالم الإسلامي حينما خضع للهجمات منذ سقوط غرناطة وما بعدها، كثير من الكتب إما أحرقت أو أخفيت في المكتبات. لماذا اختبأت مخطوطات الإدريسي؟ وأين؟ ولصالح من كانت تعبث أيديهم؟ المخطوطات التي وصلت إلينا من كتاب الشريف الإدريسي، وهي موزعة في أنحاء العالم، في باريس، في البودليان، في صوفيا، في تركيا، إذا علمنا بأن هذه الخرائط وهذه النسخ المخطوطة لم تصل إلينا إلا بعد وفاة الإدريسي بحوالي 100 عام أو أكثر، معنى هذا أنها قد تتابع عليها النساخ، والنساخ هؤلاء قد غيروا وشوهوا الخرائط الأصلية. فنجد مثلاً في مكتبة الإسكوريال الآن في أسبانيا 10,000 من المخطوطات العربية،
وفي مكتبة الفاتيكان في روما أيضا آلاف المخطوطات العربية. فالمستشرقون حينما بدأوا مرحلة البحث كانت بين أيديهم هذه الكتب. وفي الواقع هذا يقودنا إلى حكم سريع حول دور المدارس الاستشراقية. فلا يمكن أن نعمم ونقول إن المستشرقين كانوا أدوات سياسية لدى وزارات الخارجية أو أجهزة الأمن، وإنما هناك مدارس استشراقية موضوعية، وبخاصة الاستشراق الألماني. وبمعنى آخر، الدول التي لم تحتك استعمارياً مع البلاد العربية كان فيها الاستشراق أكثر موضوعية، والمستشرقون الذين تحدثوا عن الإدريسي تحدثوا بموضوعية وإعجاب كبير. ولعل من أنصف ما قيل في حق الإدريسي من قبل الغربيين مقولة جاك كريسلر في كتابه الحضارة العربية، حين يقول: لم يكن بطليموس الأستاذ الحقيقي في جغرافية أوروبا، بل كان الإدريسي المولود في سبتة والذي تخرج من قرطبة وعاش في صقلية، فلقد كانت مصوراته التي كانت تعتمد على معرفة راسخة ومؤكدة بالكروية الأرض تعد تتويجاً لعلم المصورات الجغرافية بوفرتها وصحتها وشموليتها. الشريف الإدريسي بخرائطه سلط الضوء على ما كان معموراً في عصره، لكن أحداً لم يسلط الضوء عليه بترجمة عربية لجوانب عديدة من حياته. المثير في الأمر أنه حتى الإدريسي لم تكتب عنه كتب التراجم العربية بشكل كبير، وده راجع لاتهامه بأنه كان يعمل في بلاط هذا الملك يعني المسيحي، يعني هو لم يأخذ قدره من الترجمة في المصادر العربية بشكل كبير، كانوا مصدرين ثلاثة فقط تكلموا عنه بشكل بسيط، لم يستطيعوا إغفال ما حققه من إنجاز. لكنه ظلت علاقته بروجر النورماني مسألة يعني تؤرق يعني كتابات البعض من المسلمين. العالم لابد وأن يحظى بالدرجة الأولى برعاية الحاكم، برعاية السلطان، لأن هذا هو الذي يوفر للعلم التقدم. فإذا تقدم العلم وازدهر العلم أثر ذلك في تقدم الدولة أو الأمة التي يؤمها هذا الحاكم. يبقى إذن العلاقة نهوت علاقة مهمة جدا. نال الإدريسي بعض التقدير، حيث قامت أحد واضعي النظم والبرامج الحاسوب بإطلاق اسم الإدريسي على نظام معلوماتي جغرافي. يقوم هذا النظام على تعزيز المعرفة برسم الخرائط وبفهم الخرائط بفهم الصور الجغرافية الملتقطة من قبل الأقمار الصناعية. أطلق على هذا النظام اسم الإدريسي، وذلك اعترافاً بفضله وبإنجازاته في هذا المجال. وإذا كان ذلك صحيحاً فهو يدل على مدى تأثير الإدريسي في الذهنية الأوروبية، خاصة من ناحية تعليم الجغرافيا للباحثين الجدد في وللطلاب في الجامعات الأوروبية. الشريف الإدريسي يعتبر الرقم واحد بالنسبة لعلماء الجغرافيا في التاريخ الإسلامي، وطور كل الأفكار الجغرافية التي كانت سابقاً، ولم يتأثر بأنه كان يقدم العلم إلى ملك غير مسلم هو روجر في جزيرة صقلية، فكان يعرف تماماً بأن العلم مادة تقدم للإنسان أينما وجد، ولهذا لم يجد ضيراً ولا حرجاً بأن يؤلف كتابه الهام. نزهة المشتاق كان أحد أهم الكتب اللي استعان بها المستكشفين الأوروبيين الجدد وهم في إبحارهم سواء في البحار أو في الأنهار. ويمكن القول أنه في القرن الثاني عشر للميلاد تمكن عالم عربي مغربي مسلم من وضع خريطة حقيقية للأرض
دون الاستعانة بالوسائل المعاصرة التكنولوجية الموجودة في عصرنا الحاضر. الشريف الإدريسي كانت وفاته بمدينة مراكش التي كانت في ذلك الوقت عاصمة المغرب الأقصى، وذلك في عام 560 للهجرة الموافق 1165 للميلاد. ولا يزال اسم الإدريسي علما من أعلام العلماء العرب المسلمين في مجال الجغرافيا. محور واحد وحوله تدور الأجرام في أفلاكها، هكذا العالم، بيضة وكرة، نجم وكوكب في دائرة، ومحور واحد حوله تدور الأجرام في أفلاكها.